Neuron Specific Anomalies. في الفيديو ده هنشرح كل المعلومات الخاصة بالـ Neuron Specific Anomalies. في البداية هنبتدي بالـ Abbreviation أو Synonym. الـ Neuron Specific Anomalies بنختصره بالـ NSE. العينة اللي بنستخدمها عشان نقيس الـ NSE بنستخدم عينة السيرم. الـ Reference Value بتبقى up to 12.5 نانوغرام على المليليتر. الـ Method of Measurement بنقيس الـ NSE عن طريق الـ ELISA Test. الانوليز عبارة عن انزيم احنا بنسميه جلايكوليتيك انزيم لانه هو بيبقى موجود في عملية الجلايكوليسيس واللي من خلالها بيتم تكسير الجلوكوز عشان نطلع منه الانرجي. والانوليز بيبقى ليه مجموعة من الايزو انزيم عبارة عن 5 ايزو انزيم والنيورون سبيسيفيك انوليز واحد من الخمسة ايزو انزيم. الانوليز بيبقى مكون من 3 ساب يونت اللي هي الالفا والبيتا والجاما، والكومباينيشن ما بين الساب يونت بيدينا الخمسة ايزو انزيم. والجاما ساب يونت هي اللي بنسميها النيورون سبيسيفيك انوليز لان هي بتبقى موجوده بكميه كبيره في النيرفس تيشو، عشان كده احنا بنسميها النيورون سبيسيفيك انوليز. فالايزو انزيم اللي بيحتوي على الجاما ساب يونت هو اللي احنا بنسميه النيورون سبيسيفيك انوليز. ونتيجة لأن النيرف سيل بتحتاج كمية كبيرة جدا من الانرجي عشان كده بتبقى ريتش بالجلايكوليتيك انزيمز، لأن النيرف سيلز بتحتاج طاقة كبيرة جدا في الوظيفة بتاعتها عشان تقدر توصل النيرف امبلس، عشان كده بتبقى ريتش بالNSE بكمية كبيرة بالإضافة للجلايكوليتيك انزيمز الأخرى. نيورون سبيسيفيك انوليز تم تسميته بالاسم ده لان اول ما تم اكتشافه وجد في النيورونز والنيورو اندوكراين سيلز، عشان كده الايزو انزيم ده سموه نيورون سبيسيفيك انوليز. بعد كده تم اكتشاف الايزو انزيمز الاخرى الموجوده في ديفرنت اورجان زي الماسلز. زي ما قلنا ال NSE بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن في النيرف سيلز، عشان كده NSE بيحصل له ريليز للسيريبروسبينال فلويد في حالات النيورال تيشو انجري زي ما احنا شايفين في الصورة. اي انجري للنيورون بيؤدي لريليز والسكيب اوف NSE للسيريبروسبينال فلويد وكمان بيقدر يوصل للبلود. كمان النيوبلاز اللي بيبقى موجود سواء في النيورال سيلز او النيورو اندوكراين تيشوز تعمل ريليز للNSE انتو زي بلود. اي تيومر بيحصل في النيورون سيلز بيؤدي لريليز للNSE بكمية كبيرة في البلد، عشان كده الNSE احنا بنستخدمه كتيومر ماركر. طالما بيزيد في حالات النيوبلازم الموجود في النيورال زي النيوروبلاستوما والسمول سيل لونج كانسر. الانديكيشنز واي وي ميجر الNSE داخل المعمل، احنا ليه بنقيس الNSE داخل المعمل؟ اول حاجه لان احنا بنستخدمه كتيومر ماركر لانه بيزيد في حالات السمول سيل لونج كانسر، فعشان كده احنا بنستخدمه فور سكريننج اند دايجنوزيس اوف سمول سيل لونج كانسر، وكمان بنستخدمه في الفولو اب للتريتمنت زي في حالات الكيمو ثيرابي. كمان بنستخدمه كماركر اوف نيورونال دامج واللي بتحصل في حالات النيورولوجيكال ديس اوردر واللي بيحصل فيها تكسير للنيرفس تيشو بكميه كبيره. نيورون سبيسيفيك انوليز بيزيد في حالات الكانسر الموجوده في النيورون زي في حالات النيوروبلاستوما. النيوروبلاستوما عباره عن نوع من انواع الكانسر فورمز فروم الاميتور نيرف سيلز، عشان كده هم سموه نيوروبلاستوما لان المنشا بتاعه بيبقى من الاميتور نيرف سيلز، وهو عاده بيحصل في اليونج ايجز في التشيلدرن. وبنلاقي ان النيوروبلاستوما دايما بتظهر في الادرينال جلاند وكمان الباراسباينال نيرف تيشوز اللي موجوده في منطقه النيك تو ذا بيلفس. زي ما احنا شايفين في الصوره بنلاقي النيوروبلاستوما بتظهر في الادرينال جلاند لان الخلايا الموجوده في الادرينال جلاند بنسميها نيورو اندوكراين سيلز، بيحصل فيها الكانسر اللي احنا بنسميه النيوروبلاستوما، كمان بيحصل في الباراسباينال نيرف تيشوز واللي بتبقى موجودة من أول النيك لحد منطقة البلفس. النوع الثاني من الكانسر اللي بيحصل فيه زيادة للـ NSE وهو الـ Small Cell Lung Cancer. في النوع ده بيظهر التيومر داخل اللنج وبيزيد الـ NSE في البلد نتيجة لزيادة الـ Expression of NSE في التيومر سيلز نتيجة للـ Malignant Proliferation للـ Cancer Cells. ونتيجة لزيادة الـ Expression بيزيد الـ NSE في البلد،
عشان كده ال NAC بنستخدمه فور دايجنوزيس، وكمان بنستخدمه فور ستيجنج، لان كميه ال NAC بتديني انديكيشن على كميه التيومر الموجود في اللنج، وبالتالي بنستخدمه فور ستيجنج. لو هو زياده بسيطه يبقى ده ستيج اولاني، لو زياده كبيره يبقى ده ادفانسد ستيج. كمان بنستخدمه فور فولو اب للتريتمنت للكانسر، بمعنى ان في حاله التريتمنت بيقل ال NAC وده بيديني انديكيشن على سكسس للتريتمنت. كمان الـ NSA بيزيد في بعض أنواع التيومر الأخرى زي في حالات الميتاستاتيك ميلانوما. الميتاستاتيك ميلانوما عبارة عن مالجنت تيومر بيحصل فيه السكن وبيحصل له ميتاستاسيس وبيوصل للإنترنال أورجنز زي الليفر وبقية الأورجن داخل الجسم، وبيؤدي لزيادة الـ NSA. كمان بيزيد في حالة السيمينوما، وده عبارة عن جيرم سيل تيومر أوف تيستيكل، عبارة عن تيومر بيبقى موجود في التيستس وبيؤدي لزيادة الـ NSA. ودي أول مجموعة من الأسباب اللي بتؤدي لزيادة الـ NSA وهي الكانسر. أربع أنواع من الكانسر بيزيد فيهم الـ NSA، عشان كده احنا بنستخدمه كتيومر مارك. السبب الثاني اللي بيؤدي لزيادة الـ NSA وهو الانجري للسنترال نيرفس سيستم. زي ما قلنا الـ NSA بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن داخل النيورونز، وبالتالي أي انجري للنيرف سيلز بيؤدي لريليز اوف NSA وبيوصل للبلد بكمية كبيرة جدا، عشان كده احنا بنستخدم الـ NSA كماركر للدمج في النيرفس سيستم. والحالات اللي بيحصل فيها دمج في النيرفس سيستم زي في حالات الستروك أو في حالات الهايبوكسيك برين دمج، واحنا بنستخدم الـ NSA عشان نقدر نحدد كمية الدمج بعد حدوث الستروك او في حاله الهايبوكسيك برين دامج. الميجرمنت اوف NSA، NSA بنقيسه عن طريق الإلايزا تيست، ما بنقيسوش عن طريق الانزيماتيك اكتيفيتي زي بقيه الانزيمز، لان احنا بنقيس سبيشال ايزو انزيمز اللي هو بيبقى موجود في النيورونز، عشان كده احنا بنقيسه كبروتين، عشان كده بنستخدم الإلايزا تيست. وداخل الإلايزا تيست بيبقى فيه انتي بوديز ضد الجاما سب يونت اللي هي بتبقى موجوده في النيورون سبيسيفيك انوليز، واللي بتقدر تحدد الكميه بتاعته الموجوده في السيرم او في السيريبروسباينال فلويد. وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالـ NSA، وعرفنا ان هو عباره عن تيومر ماركر بيزيد في حالات النيوروبلاستوما والسمول سيل لانج كانسر. بنستخدمه فور سكرينينج اوف سمول سيل لانج كانسر، وكمان بنستخدمه في الفولو اب للكيمو ثيرابي. نورمال فاليو اب تو 12.5 نانو جرام على الملي لتر، بنقيسه في السيرم عن طريق استخدام الإلايزا تيست. ال NSA بيعتبر الموست ريلايبل تيومر ماركر في الدياجنوزس والبروجنوزس والفولو اب للتريتمنت في حالات السمول سيل لانج كانسر.